سيدنا عبد الله بن المبارك مولود 118 هجري، توفى 181، يعني في القرن الثاني من القرون المفضلة. طبعا كان بيعمل إيه؟ كان إذا ما أراد الحج قال لأصحابه وأصدقائه: من سيخرج معي هذا العام؟ قعد بقى 10-15 رجل: نخرج معك يا عبد الله. يقول: هاتوا نفقاتكم، هاتوا النفقات بتاعتكم. كل واحد يجيب الصورة بتاعته، دي نفقات الحج، نفقات، يروح كاتب عليها مثلا أحمد، محمود، فلان، علان، ياخدها ويروح شايلها. وبعدين يخرج بهم إلى الحج، يطعمهم ويسقيهم، وإذا ما قضوا المناسك قال لكل واحد منهم: ماذا تريد لأهلك؟ يقول: أريد كذا وكذا. يقول: اشتري، ويشتري ويدفع له، يشتري ويدفع له الشرف. بعدين فإذا ما رجعوا قصص إليهم كمان، قصص بيوتهم، ده العادة بتاعتنا يعني يدهنها لهم بأي شيء، يبيض البيت، يبيض البيت. ليه؟ بيقول لك علامة كأني بنتقل من مرحلة لمرحلة. اللي بيقول لك دي بدعة، هو لا يقصد، هو لا يقصد شيء، هو لا يقصد التباهي. ودائما أحسن الظن بالناس، الراجل فرحان، ده فرحة أن يسر الله له الذهاب. فيقول لك إيه؟ أنا هغير وجهة البيت. ليه؟ كأني سأبدأ مرحلة جديدة، كل حاجة جديدة، ده الظن، كل حاجة جديدة، هذا ظننا بالناس.